الراجل ده هنا بيقول لنا المفروض ان الفرع ده معتمد من السعوديه، هل في دليل حاليا؟ بيقول لا، بس بيقول ان هم على الصفحه هينزلوا الورق الرسمي اللي هو بيقول ان فعلا الفرع دوت واخد يعني زي توكيل او كده. طيب والطعم بقى هو الخبز اللي جاي معاها تقييمي ليه طبعا 5/10، ما يجيش اي حاجه في الخبز بتاع البيك. خبز البيك حجمه كبير والكيس بيجي متغلف، كل واحده مع في كيس متغلف. اما ده شارين عادي عيش عادي من المخبز وحاطين كل اتنين مع بعض في كيس. جروبتي لمطعم البيك، طبعا انتوا عارفين مطعم البيك دوت اساس مطعم البيك دوت في المملكه العربيه السعوديه. تحياتي لكل اهل المملكه، بحبكم جدا. علشان كده انا قلت اعمل تقييم سريع كده ما بين اوريكم كم قطعه مسحب جايه مع الوجبه. ده المسحب زي ما انتم شايفين كده اللي جاي معاها تقريبا 6 قطع، تمام. وده الصوص، مش عارف دي تقريبا التوميه اللي بتيجي مع الوجبه ولا لا، لان لونها مختلف عن اللي انا خدتها او اكلتها في السعوديه قبل كده. خلينا نجرب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان انا جوعت. انا عايز اقول لكم على حاجه بجد يا جماعه، هناك في السعوديه المسحب ده بيكون مليان لحم من جوه من الوسط من هنا، لكن هنا للاسف انا عارف اللحوم كويس لان انا مدير شيف مشويات وافهم في الاكل كويس جدا. هنا يا جماعه للاسف هم البيك هنا في مصر ناصب علينا وعامل لينا عجينه داخل المسحب مش لحوم، زي البانيه اللي بيتباع عندنا هنا كده. شايفين مفيش فيه لحم خالص جوه، ده عجين اللي هو الابيض ده.